السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير. وياكم أحمد من جيم أوف فالكون، وجيناكم بحلقة جديدة من لعبة جديدة، وهي لعبة باتل باي، حرب الخليج، حرب المياه. ندوس باتل ونشوف، ندخل جيم بلاي. ندخل جيم بلاي بسيط. هاي هنا طبعا اللعبة 4 ضد 4، وتلاحظون هنا عندنا 2 من العراق، فونيك، وانا واحد هندي استرالي فنلندي اعتقد ذاك. اوكي، فريقنا تحريك للامام. هاي طبعا من هنا استخدام المدفع. طبعا شباب انا لعبت التدريبات، لعبتها اللحظة. اوكي لا ما صوبته، هذا جاي يرمي علي، جاي يرمي علي، ما قدرت اصوبه. لازم الصوبة، لازم الصوبة يا ابنه. هذا بس خليه يثبت المؤشر. حلو، ضربته؟ لا راح اخلي احاول اضرب بال اوكي. حلو، ضربته، دمجت اعتقد. خلي اضرب هذا، طلع راسه، طقيته دمجته. حلو، اوكي دمجته، دفلشته. لحظة خل استخدم الهاون. لا 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 لا, لا. اوكي يا حلو، طقيته اضرب. حلو، لحظة خلي بس يطلع راسه، اجالي هذه المرة. لحظة بس يطلع راسه. اوكي حلو دمجته. اوكي لا، فلتت الطلقة من عندي. خلي امشي. فاللحظة جهز، تحملت. لحظة. حلو، ضربته؟ لا، لازم اشد من هاي المنطقة. خل استخدم صاروخ بعيد المدى. اوكي ضربته. صوبني. عاشت ايدك، صوبني. وقف، لحظة. تعال وين رايح؟ اضرب، طقيته؟ ايه، دمجته. حلو، دمجته. وين صاروا؟ هنا بهاي المكان، لحظة، ارجع. اضرب ولو بعيدة نسبة التصويب. ها، منها جاي. لحظة. من ورا الصخرة. حلو، سبرايز، ما ضار. اوكي، اضرب. فزنا. حلو، حاوطناهم. جيد، فزنا. اول جيم اللي دمرناهم كلهم، بغينا بس انا وصاحبي، حصلنا نجمتين، 3000 ذهب، 2000 فضة، 2
هاي طبعا انا بالمركز الاول كتلت 3 كيلو 3 كيلو. حلو يعني المركز الاول اكثر واحد كاتل واكثر واحد حلو. طبعا شباب انا سجلت فيديو التدريب الاول ولعبت شوية بس صارت مشاكل بالفيديو، هذا فيديو ثاني احاول اعوض الفيديو الاول، انه بلكت انه الصوت والصورة تكون واضحات. وهم يعني اللعبة شفناها جرافيك حلو ومؤثرات حلوة والماي باين يعني شكلها حقيقي. وهاي الشركة مات هاي اللعبة مصنعة لهاي اللعبة هي نفس شركة روفيو المصنعة للعبة أنجري بيرد الطيور الغاضبة. جانا صندوق شوف شنو بي. اوكي ما اعرف هاي مرة جديدة لو شنو. هنا يقول اضغط على المتجر اللي هاي السلة، نضغط على هاي فري، هذا الصندوق المجاني باي فري شراء مجاني، نضغط لفتح الصندوق. نختار واحد اعتقد، لو كلهن حلو، صاروخ وهاي المدفع وهاي الشيشة ما ادري شنو بيها. سيقول دوس رجوع، احنا لازم نتبع التعليمات. اوكي يقول يدوس على الشي بالسفن المعتقد، يقول يسحب هاي وخليه هنا. شنو يصير يعني؟ اوه انضاف الصاروخ الهامة، العفو الصاروخ الصاروخ تحت الماء، صاروخ المائي يعني. يقول اضغط عليه نشوف. ها زيد الليفل مالته، حلو زيدنا الليفل مالته، زاد الدمج مالته شي حلو. اوكي طبعا شباب كانت هاي نظرة بسيطة عن هاي اللعبة، لعبة باتل باي حرب الخليج حرب المياه. الى هنا ننهي الحلقة من لعبة باتل باي حرب الخليج، مع السلامة، باي باي. ولا تنسى مشاهدة آخر 4 مقاطع.